ومن هذا المنطلق خلونا بقى نغير الموضوع ونروح مع حضراتكم على اخبار الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي اللي حقق فوز مهم جدا على حساب فريق سكوتو ريما النيجيري بالامس ضمن منافسات بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي بتقام في هذه الايام في مدينه مكناس المغربيه. الاهلي الحقيقه قدم عرض قوي جدا كالعاده ونجح في انهاء الشوط الاول لصالحه بنتيجه 22-12. بعدها واصل تفوقه في الشوط الثاني وانتهى اللقاء لصالحه بنتيجه 46-26. الاهلي بيلعب ضمن المجموعه الاولى الى جانب مجموعه اخرى من الانديه منهم انديه فاب الكاميروني، ريد ستار الايفواري، سكوتو ريما النيجيري، وفقا لما اسفرت عنه طبعا قرعه البطوله، وبتضم المجموعه الثانيه في البطوله انديه وداد ساماره المغربي، انتر كلوب الانجولي، جي اس كي كونجولي، واسفا السنغالي. النهارده هيكون لينا كلام كتير عن المباراه من خلال حلقتنا، واكيد كمان حابين نطمن على البعثه وعلى مباراه الامس واستعدادات كل الفرق يعني او الفريق لكل المباريات القادمه.